ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه جرى أمس الاثنين استدعاء القنصل المغربي في أورلي الفرنسية مليكة العلوي المتهمة بالاستغلال والمعاملة السيئة لخادمتها في المنزل. وأوضح المصدر أنه جرى أمس تجريد القنصل من مهامها واستدعاؤها للعودة إلى المغرب من أجل التحقيق معها في الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخادمتها تستنجد بالجيران لاستدعاء الشرطة أو الانتحار. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد التحقيق سيتخذ في حق مالك العلوي إجراءات تأديبية، ورجح أن يتم استبعادها من مهامها كقنصل وعودتها كموظفة بوزارة الخارجية. وأكد المصدر أنه إلى غاية زوال اليوم الثلاثاء ما زالت العلوي لم تعد بعد من فرنسا. وانتشر نهاية الأسبوع الماضي فيديو للخادمة سميرة وهي تطلب من الجيران استدعاء الشرطة، كما ظهرت في فيديو آخر تكشف فيه كيف تعرفت على القنصل التي أقنعتها بالاشتغال في منزلها في فرنسا مقابل مبلغ مالي قدره 14000 درهم شهريا. وأشارت الخادمة في الفيديو نفسه أنه مباشرة بعد وصولها إلى منزل القنصل بدأت في معاملتها بطريقة سيئة وتعرضتها للتعنيف من طرف ابن القنصل وحرمانها من الأكل واستخدام الهاتف. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.